كل الموضوع عندما لنا مباشرة عبر الهاتف من بغداد اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى. سيد لواء، مساء الخير، أهلا بك معنا. داعش إذن محاصر في بضع أحياء في الموصل، تم تحديدها في 8 أحياء ذكرت في التقرير، لكن إذا تفضل حضرتك ذكرها مرة أخرى، وكيف تعمل القوات العراقية على تحريرها أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. السيد القائد العام للقوات المسلحة أمر بأن يتم تحرير ما تبقى من الساحل الأيمن لمدينة الموصل بأسرع وقت ممكن وإنهاء معاناة أهلنا المحصورين في هذه المناطق، مع الأخذ بعين الاعتبار الحذر والدقة في سبيل ألا تطال نيران المعركة الأبرياء المحتجز قسم منهم من قبل داعش كدروع بشرية. الأحياء كما ذكرتيها جنابك بالتقرير هي 17 تموز وحي الصحة والإصلاح الزراعي والحي الصناعي والرفاعي والنجار ومنطقة مشيرفة والموصل القديمة. فعلا الأحياء محاصرة بشكل كامل والقوات جاهزة وقد تم تعزيزها بشكل كبير. طيب سيادة لواء، هل الإمدادات مقطوعة الآن عن أفراد داعش بشكل كامل في هذه الأحياء؟ يعني هل ليست هناك أي خط إمداد مفتوح بالنسبة لهم؟ كيف سيؤثر ذلك على سير المعركة؟ أكيد الإمدادات مقطوعة بشكل كامل. نعم. مفروض عليهم طاق من الجهات الأربعة بشكل كامل، قطاعاتنا بالشمال منطقة بادوش وأيضا بالغرب الفرقة المدرعة 19 أو الفرقة 15 ومعها الحشد، وأيضا جهاز السي تي اس من الجنوب والشرطة الاتحادية أيضا بالجنوب ونهر دجلة يحدهم من الشرق وهناك قطاعات على ضفة النهر. طيب سيادة لواء، بالنسبة للمدنيين، يعني نعلم بأن هناك مدنيون عالقون في هذه الأحياء المحاصرة 8 أحياء، هل يتم أخذهم بعين الاعتبار؟ ما جهودكم لحمايتهم وربما تسجيل أقل خسائر الممكنة؟ احنا استرخصنا دمانا في سبيل أنه نحافظ على حياة المدنيين، نازلنا عن كثير من الجهد الجوي في سبيل أن لا تطال المعركة. الضربات الموجهة جوا أكثرها بطائرات تحمل مدافع رشاشة مثل الأيتين، وأيضا يتم استهداف الأهداف البعيدة عن المدنيين أو الأهداف اللي تم التأكد بشكل كامل وبدرجة عالية أنها لا يوجد قربها مدنيين. نعم، شكرا لك اللواء نجم الجبوري قائد عملية نينوى، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.